ولما كمل النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله سبحانه وتعالى برسالته في يوم الاثنين. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء صلى الله عليه وسلم. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال صلى الله عليه وسلم: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. وكان مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة الصالحة. تقول عائشة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤيا هذه من الوحي، والوحي مراتب، منه الرؤيا هذه، ومنه الإلقاء في الروع حيث يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه من غير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الملك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الروح الأمين نفث في روعي وأخبرني أنه نفث في روعي. وأحيانا يتمثل له الملك، يقول صلى الله عليه وسلم: ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. في هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا رضي الله عنهم. وأحيانا يأتيه الوحي على هيئة صلصلة الجرس، يقول صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقه، بل إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبا عليها صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتيه الملك على صورته التي خلق الله الملك عليها، يراه صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها.
فيوحي إليه ما شاء الله أن يحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله في سورة النجم. وأحيانا يأتيه الوحي من الله مباشرة ويكلم الله مباشرة، فيكلمه الله كما حصل في رحلة الإسراء والمعراج بلا واسطة، كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، ويوحي الله إليه مباشرة وهو فوق السبع السماوات سبحانه وتعالى، وقد أوحى الله إليه بالصلاح مباشرة. هذا يدل على فضل الصلاة وعلى كرامتها على الله سبحانه وتعالى. وأول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم أول خمس آيات من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأما مراتب دعوته صلى الله عليه وسلم فأولا النبوة، أولا النبوة، ثم إنذار عشيرته الأقربين، ثم إنذار قومه، ثم إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، ثم إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. ومراحل دعوته صلى الله عليه وسلم ثنتان: الدعوة السرية، ودامت هذه الدعوة 3 سنين من أول البعثة، ثم الدعوة الجهرية لما أمر بذلك، قال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وأما أول من آمن به صلى الله عليه وسلم فمن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه، ومن العبيد بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه. ومن السابقين إلى الإسلام ومن أوائل من آمن به صلى الله عليه وسلم بعد من ذكرنا أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرت وصهيب بن الرومي وعمار بن ياسر وأمه سمية وأبو عبيدة، عامر بن الجراح وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وعتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وغيرهم من الصحابة الكرام.